سمعت الشيخ معي اخ رضع مع ابنه عمي، هل يجوز لي ان اتزوج التي بعدها ام لا؟ معي اخ رضع مع ابنه عمي، هل يجوز ان اتزوج التي بعدها ام لا؟ اذا كان اخوك رضع مع ابنه عمك يعني من امها فهو اخوها هو، اذا كان رضع من امها رضاعا شرعيا 5 رضعات او اكثر في الحولين صار اخا لها هو، اما اتبع لامها يعني ما رضعت من امها ولا من زوجه ابيها ولا من اخواتها، ما حرم عليك هو نفسه، هي نفسها واللي قبلها واللي بعدها. التحريم يختص باخيه، اذا رضع من امها 5 رضعات او اكثر صار اخا لها وحرمت عليه هي وجميع بنات المرضعات وجميع بنات الزوج الذي له اللبن من اخوات الله، اذا كان رضاعه يجتمع على 5 رضعات او اكثر حال كونه في الحولين طفلا صغيرا، اما انت فلا حرج عليه.